السلام عليكم ورحمة الله، معكم هشام جبارة في درس جديد من دورة دوائر إلكترونية بسيطة. دائرة اليوم تعد من أهم الدوائر الإلكترونية في جميع المشاريع التي تحتاج فيها إلى دائرة تغذية بأقل تكلفة وبسيطة من ناحية المركبات. لذلك سنستعمل دائرة تقوم بتخفيض جهد 220 فولت أسي أو 110 فولت إلى 12 فولت دي سي، وذلك بدون محول وبتيار أقصى في المخرج في حدود 70 ميلي أمبير. نحتاج لإنجاز دائرتنا 5 مركبات. الأول مكتف 2.2 ميكروفاراد غير مستقطب نون بولاريزي. ثانيا نحتاج إلى مقاومة 100 أوم 2 واط فما فوق، وإلى 4 ديودات 1N4007 أو يمكن تعويضهم بريكتيفير بريدج أو بوندو ديود. ثم نحتاج إلى مكتف 74 ميكروفاراد 25 فولت وإلى ديود زينر 12 فولت. سنقوم الآن برسم دائرتنا على برنامج بروتوس. أولا سنذهب إلى المكتبة وسنبحث عن مكتف غير مستقطب نون بولاريزي. سنختار هذا مثلا، سنختار أي قيمة نضعه هنا، ثم سنعود ونبحث عن مقاومة نكتب ريز ونضعه هنا. سنغير قيمة المكتف إلى 2.2 ميكروفاراد، ونغير قيمة المقاومة إلى 1 ميجا. سوف أقوم بعد رسم الدائرة بشرح كل جزء ودوره في الدائرة. إذن سنربط المقاومة مع المكتف هكذا. بعدها سنذهب مرة أخرى للمكتبة ونبحث عن Alternator. سنعتبره هو مدخل 220 فولت، سنضعه هنا. ثم سنغيره إلى 220 فولت 50 هرتز كما يوجد في دائرة التغذية العامة. بعدها سنقوم بنسخ هذه المقاومة ونضعها هنا ونحولها إلى 100 أوم. هذه هي مقاومة 100 أوم 2 واط. بعدها سنضيف أش بريدج، عفوا سنبحث عن ديود بريدج، سنكتب بريدج وسنختار هذا، سنضعه هنا. ثم سنربط منتصف كل ديودين مع أحد مداخل التغذية العامة هكذا. ثم سيصبح هذا المنتصف هو السالب للدائرة هنا. بعدها سنضيف مكتف هذه المرة مستقطب 470 ميكروفاراد، من الأحسن أن يكون 25 فولت. إذن سنضع المكتف هنا هكذا، وسنربط الرجل الأخرى للمكتف مع السالب للدائرة. سنحوله إلى 470 ميكروفاراد. بعد ذلك سنبحث عن ديود زينر، سنكتب ديود زينر ويوجد الكثير. سنختار ديود 12 فولت، ويجب أن يكون تكون شدة التيار عالية، في الحقيقة يجب أن تكون أكثر من 100 ميلي أمبير. إذن سنضيف الديود هنا هكذا، والآن سنجرب الدائرة سنرى كم ستخرج. الآن سنضيف فولت متر لنرى النتيجة عليه. سنربط أحد أرجله مع مخرج التغذية والرجل الأخرى مع السالب ونضغط بلاي. نلاحظ أن توتر المخرج هو 12.5 كما في الحقيقة كما رأينا سابقا 12.2. إذن الآن سنقوم بشرح كل جزء من أجزاء الدائرة. إذن المهم في الدائرة كاملة هو هذا المكتف، يجب أن تكون سعته كبيرة، مكتف 2.2 ميكروفاراد حيث يلعب دور المحول. ببساطة هذا المكتف يقاوم أو يمانع مرور التيار الكهربائي، وتسمى مقاومة المكتف بالممانعة السعوية ريكتونس، ونرمز لها بـ XC وهي التي تحدد شدة تيار المخرج. كلما كانت صغيرة كلما أصبح تيار المخرج كبير. كيف ذلك؟ لدينا XC يساوي 1 على 2P في F في C، حيث P
ثابتة عددية 3.14، وF هي تردد توتر التغذية وهو 50 هرتز، وC هي سعة المكتف. نلاحظ حسب العلاقة كلما زاد C ستنقص الريكتونس أو الممانعة السعوية، ولدينا حسب قانون أوم E يساوي التوتر على المقاومة، أي يساوي التوتر على XC. إذن عندما تنقص XC سيزداد التردد، ولكي تنقص XC يجب علينا الزيادة في قيمة سعة المكتف. كلما اخترنا سعة مكتف كبيرة سيزداد تيار المخرج. دور المقاومة R1 هو تفريغ المكتف عند فصل التغذية 220 فولت، وذلك لحماية المستعمل من الصعق الكهربائي الناتج عن الشحن المخزنة داخل المكتف. أما دور R2 هو تقليل وإنقاص التيار الكهربائي، وذلك لزيادة عمر الدائرة. ثم نأتي إلى العنصر الثالث، وهي عبارة عن أربع ديودات متصلة على شكل قنطرة وتسمى قنطرة التوحيد ديود بريدج، وهي مركبة أساسية في التحويل من التيار AC إلى التيار DC عبر تقويم موجة كاملة للتيار AC. ثم نأتي إلى دور المكتف، وهو إزالة التعرجات في موجة الخرج. كلما كانت قيمة المكتف كبيرة كان التنعيم أفضل. وأخيرا نجد الديود زينر، وهي التي ستحدد توتر المخرج. الآن سنرى نتيجة إضافة أحمال إلى الدائرة. سنضيف أمبرمتر في مخرج الدائرة ومحرك كهربائي لاستهلاك التيار الكهربائي. نلاحظ أن شدة التيار هي 70 ميلي أمبير، ودائما التوتر هو 12 فولت، وهذا ما سنجده عند تطبيق الدائرة على البريد بورد. كما تلاحظون معي التوتر 12 فولت، وعند إضافة بعض الليدات يبقى هذا التوتر هو 12 فولت رغم استهلاك التيار الكهربائي، وشدة التيار الكهربائي هي 70 ميلو أمبير. الآن سنمر إلى تلحيم دائرتنا على البلاك بيرفوري أو اللوح المتقوب، وألقاكم في درس مقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ذلك أرجوكم توخوا الحذر، فهذه الدائرة لا تحتوي على أي نظام حماية، فهناك خطر الصعق ب 220 فولت وخطر الموت. يحفظكم الله ويحفظ الجميع. السلام عليكم.